لكل خبر حكاية، ولكل حكاية بداية، ولكل بداية ما وراءها، وفي كل معلومة تفاصيلها، ولكل ساعة حديث، وفي كل حديث ساعة. حديث الساعة برنامج أسبوعي يسلط الضوء على آخر الأخبار وأهمها وعرضها بصورة سلسة، فقط على كنار تي في، صوت العرب من كندا. روحك أمانة، البس الكمامة عشان أولادك الصغار، إلزم نفسك بالدار عشان رضا الوالدين، عقم الإيدين عشان أصحابك الحلوين، ابعد عنهم مترين عشان الكل مسؤول، الوقاية أفضل الحلول. اسمع من الحكومة الكلمة لين ما تمر هالأزمة. هذه الرسالة برعاية كنار تي في، صوت العرب من كندا. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حديث الساعة على كنار تي في، صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف. اليوم 7 نيسان أبريل 2021 ونبدأ على بركة الله. حديث الساعة هو باقة مختارة من أخبار كندا والعالم من مصادر موثوقة ومرموقة، نتصفحها يوميا ونلخصها لكم أسبوعيا لكي تبقوا على معرفة بكل ما هو جديد ومفيد. هيا بنا نبدأ في آخر الأخبار وأخبار الأسبوع الماضي. بداية الأخبار محلية وملف الكوفيد. أنتاريو تبلغ عن أكثر من 3000 إصابة جديدة بالكوفيد 19، حيث تجاوزت حالات القبول في وحدة العناية المركزة أكثر من 500 حالة، وهو الرقم قياسي منذ مارس 2020، أي بداية الكوفيد في أنتاريو، حيث سجلت أنتاريو البارحة 3065 حالة إصابة، بزيادة طفيفة عن إجمالي يوم الاثنين الذي كان 2938 حالة، وبذلك يرتفع متوسط عدد الحالات المبلغ عنها للأسبوع الماضي لأكثر لمدة 7 أيام تقريبا إلى 2861 حالة. في مثل هذا الوقت من الأسبوع كان الماضي كان 2207 حالات، وبالتالي عدد الحالات ما زال في استمرار. وعليه أنتاريو طبقت فرامل الطوارئ أو قانون الطوارئ على مستوى المقاطعة وجميع مناطق وحدة الصحة العامة، البالغ عددها 34 طالبت بالإغلاق العام، حيث قدمت حكومة أنتاريو بالتشاور مع كبير المسؤولين الطبيين للصحة وخبراء الصحة العامة بفرض الطوارئ على مستوى المقاطعة أو ما يسمى باللوك داون، نتيجة للارتفاع المثير في أعداد الكوفيد 19 في جميع أنحاء المقاطعة. وأصبح هذا الموضوع أمر ضروري حسب ما قالته الحكومة، وكان القانون ساريا منذ يوم السبت الماضي 3 أبريل 2021 الساعة 12:00 صباحا، وطبعا كان لمدة 4 أسابيع. ولكن فاجأتنا الحكومة اليوم بخبر آخر، حيث لم
يعني لم ينتهي موضوع اللوك داون لمدة لا تقل عن لا تزيد عن 3-4 أيام حتى جاءت المقاطعة اليوم وأبلغت الجميع بقرارها الجديد لقانون الستي هوم أو الجلوس في المنزل. وهذا القانون يعتبر أكثر صرامة من قانون اللوك داون. لنتصفح معا الموقع ونترجمه، حيث صراحة أنا من الأشخاص الذين أصيبوا بصعوبة في فهم القوانين، متى ومن وكيف وماذا يفتح وماذا يغلق في أنتاريو، وبالتالي الموضوع أصبح معقدا لدرجة أكثر من اللازم، حيث كنا بألوان ثم بلوكداون ثم ستي هوم، وهذا شيء غير مفهوم للجميع. لننظر إلى ما تقوله الأخبار بشكل عام. الآن موضوع الجاذرينز أو التجمعات اندور داخلية ممنوعة بشكل كامل إلا لأصحاب أو لأبناء المنزل الواحد أو الذين يعيشون معا، أو لشخص يعيش لوحده ممكن أن يزور عائلة أخرى. أوتسايد الخارجية الماكسيموم أو بشكل أكبر 5 أشخاص حد أقصى. متى يمكنك الخروج من المنزل؟ إذا كنت تعمل ولا يمكنك العمل عن بعد. المدرسة، إذا الطلاب سيذهبون للمدارس. الجروسريز، تسوق. الصيدلة أو الحصول على الأدوية، مساعدة الآخرين المحتاجين، والرياضة بشكل عام مثل المشي أو الركض وهلم جرى. الأمور الدينية والزواج ومراسم الدفن. في الداخل 15 شخصا في الغرفة، في الخارج ممكن الرقم يختلف من مكان لآخر، ولكن يجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي مترين عن الآخرين. الحانات أو البارات والمطاعم اندور واوتدور كلها مغلقة للطعام في الداخل، ولكن يمكن تيك اوت اللي هو الأخذ أو ديليفري أو درايف ثرو، 3 أشياء ممكن يسووها. الديسكاونت اند بيج ستورز، المحلات الكبيرة كلها مغلقة. المول كلها مغلقة إلا الكيرب بيك أب، مثلا أماكن ممكن أن تأخذ بيك أب أو تأخذ أشياءك من وأنت جالس في السيارة تتصل بهم وتأخذ أشياءك. هذه بعض الأماكن التي يمكن أخذها منها من عن طريق البيك أب. الستورز طبعا المسموح بعددها بما لا يزيد عن 25 شخص. ستور أو المحلات المسؤولة عن السلامة، البيزنسز المسؤولة عن الديفايسز مثل أجهزة السمع وغيرها والنظر وال أجهزة متحركة، محلات التأجير السيارات، محلات العيون أو الفحص النظر، محلات السيارات والميكانيك، محلات تصليح الأجهزة، والتليكومونيكيشن اللي هي تبع شركات الاتصال. الجاردن سنترز مفتوحة بحيث انه الماكسيموم، طبعا الجاردن سنترز عادة بتكون محلات خارجية، المسموح بالأكثر شيء 25 شخص، ولازم يكون في أوقات للعمل. البيزنسز اللي غير مفتوحة لسته كاملة، منها الدي كير، البيرسونال كير اللي زي الساونا والصالونات، الجيم والأميوزمنت بارك، الباث هابس والسكس كلابس والكازينوز والكونتنت فينيو، الهورس ريسينج، الموتور سبورت، المتاحف والتور جايد سيرفيسز والحديقة الحيوانات.
السيرفيسز تبعت السيتي، كل سيتي لها سيرفيسز معينه عم تعمل اشياء مخصصه بها، لكن زي ما بيحكوا هون معظم الكالتشرال فاسيليتيز راح تغلق. فللاسف احنا اجلنا موضوع السوكر تورنمنت اللي كنا عاملينها الى شهر زياده. الاوت دور رينكس مثلا ويل بي كلوز كمان. سيتي اوتوا هذول السيرفيس تبعت البابليك لايبرري طبعا كلها سسبندد تمبرري، والكامب ايضا راح تكون موقفه. المتاحف كلها مغلقة. الأوتدور أميوزمنت أوبن زي الباركس والبيسبول، هذول كلهم أوبن. هذا بشكل عام الأماكن المسموح فيها للجلوس والخروج. زي ما حكينا الموضوع شوي معقد، لكن إن شاء الله نهتم إحنا جميعنا بشروط وتعليمات السلامة العامة. طبعا في مقاطعة كيبيك، المقاطعة كيبيك هناك أكثر من أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السيد فرانسوا ليغو أنه سيتم إغلاق ثلاث مدن بسبب زيادة عدد حالات الكوفيد المتحول، وهي كيبيك ولافال وجاتينو بشكل أساسي لمدة 10 أيام ابتداء من يوم الخميس الماضي الساعة 8 مساء للحد من الارتفاع المتسارع لحالات كوفيد في هذه المدن. وسيتم إغلاق المدارس وينتقل الطلاب إلى التعليم عبر الإنترنت بدوام كامل في تلك المدن الثلاث، وكذلك أغلقت صالات الألعاب الرياضية والمسارح ومصففي الشعر وغيرها من الأعمال الغير أساسية في المدن الثلاث. وستقتصر التجمعات الدينية على 25 شخص. وقالت كيبيك أنها من المحتمل أن تزيد القوانين، حيث أنها أصرت البارحة أو قررت البارحة على تغيير بعض القوانين مثل إيقاف الجيمز أو أماكن الرياضة في الداخل وأماكن أخرى تم إغلاقها. من المتوقع أن تزيد هذه في عدد كبير من الولايات أو المقاطعات في كندا، ومنها مقاطعة البرتا، وسأتحدث عن ذلك لاحقا. وزارة الصحة الكندية تصدر إرشادات بشأن أقنعة الوجه التي تحتوي على الجرافين، حيث أصدرت وزارة الصحة الكندية استشارة وطلبت من الموزعين استدعاء أو استرجاع الأقنعة التي تم بيعها مع الجرافين أو البيوغرافين، وذلك لما قد تسببه من مخاطر استنشاق محتملة. ويتألف الجرافين من طبقة واحدة من ذرات الكربون، ويعتبر مادة متناهية الصغر، مما يعني أنه مصنوع من جزيئات صغيرة يقال أن له خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا وفقا لبعض الاستشارات. وقالت وزارة الصحة أنها أجرت تقييما علميا أوليا بعدما أدركت أن الأقنعة التي تحتوي على الجرافين تباع بمطالبات صحية للكوفيد 19، واستخدمها الكبار والصغار والمدارس ودور الرعاية النهارية. وتعتقد وزارة الصحة الكندية أيضا أنه ربما تم توزيعها للاستخدام في أماكن الرعاية الصحية. نموذج القناع قيد المراجعة يحتوي على نمبر SNN200642، وهو نفس النموذج التي تلقت وزارة الصحة الكندية شكوى بشأنه من مواطن يثير سؤالا حول المخاطر الصحية المحتملة. وصرحت وزارة الصحة بأنها تقيم هذه المخاطر وتقيم استنشاق هذه الجزيئات من الجرافين التي قد يتسبب في تسمم مبكر للرئة، وتسبب ذلك في بعض الفئران في المختبر والحيوانات الأخرى، ولكن احتمال استنشاق الناس لجزيئات الجرافين والمخاطر الصحية ذات الصلة ليست معروفة لحد الآن. وقد طلبت وزارة الصحة الكندية من مصنعي الأقنعة التحقق من هذه المخاطر وإثبات سلامتها واسترجاعها عند الحاجة.
في الخبر الذي يلي، هناك وزارة الصحة الكندية تصادر العديد من المنتجات الغير قانونية من متجر ريتشموند في مقاطعة بريتش كولومبيا، حيث حذرت وزارة الصحة المستهلكين من أن العديد من المنتجات الغير مصرح بها التي تمت مصادرتها من متجر مستحضرات تجميل والصحة في ريتشموند قد تشكل مخاطرا صحية خطيرة جدا، وتحتوي مثالا على ذلك قطرات العيون وغسول العين وجل آخر لحب الشباب الذي تم ضبطها من طوكيو بيوتي اند هيلث كير في وينشستر هايواي 8191 بالقرب من طريق رقم 3 على عقاقير طبية وفقا لاستشارات هيئة الصحة الفيدرالية الصادرة يوم الأربعاء. ويقرأ تحذير وزارة الصحة أنه يجب أن لا يتم تداول الأدوية الموصوفة التي يجب أن توصف تحت استشارة أخصائي رعاية صحية نظرا لخطر التفاعلات مع أدوية أخرى والأثار الجانبية التي قد تسببها. أيضا هناك زي ما كما تحدثنا جل حب الشباب، ثلاث أنواع من غسول العين، ست أنواع من قطرات العين، بعضها يحتوي على المضادات الحيوية مثل الكليندامايسين أو الأميكوزبان ونيوستينين والسلفات وغيرها من هذه المنتجات. وفقا لهيلث كندا فإن هذه المنتجات تحتاج مثال المضادات الحيوية إلى وصفة طبية من الطبيب المعالج مباشرة ولا يمكن شرائها over the counter. وتشمل طبعا معظم هذه الأدوية قد تسبب آثار جانبية وتؤدي إلى مشاكل في بعض أعضاء الجسم مثل الصداع وعدم وضوح الرؤية وغيرها من المشاكل. الخبر التالي هو خبر من بريتش كولومبيا وخبر افتتاح أعلى جسر معلق في كندا، سيتم افتتاحه في أيار القادم الذي يسمى بالGolden Sky Bridge الواقع بالقرب من مدينة Golden. يعتبر الجسر مثيرا ومرعبا بعض الشيء حسب ما يراه العابرون، وسيتألف Golden Sky Bridge بالقرب من مدينة Golden في الواقع بين جسرين معلق، يتكون من جسرين معلقين ليس جسرا واحدا، سيسمحان لعبور الوادي السحيق بالمرور على ارتفاعات شائقة. الجزء العلوي منه على ارتفاع 426 قدم 130 متر، أما الجزء السفلي فهو 262 قدم أي 80 متر. رب الصورة خير من ألف كلمة. خبر مفرح لأهالي أوتاوا المسلمين، حيث أن عمدة المدينة جيم واتسون يقرر رفع الأذان لصلاة المغرب في شهر رمضان 2021، حيث سمحت مدينة أوتاوا للمرة الثانية في تاريخها برفع أذان صلاة المغرب في المساجد خلال شهر رمضان بعدما أدخلت تغييرا استثنائيا ومؤقتا على اللوائح المتعلقة بالضجيج. وقال أحمد إبراهيم رئيس جمعية مسلمي أوتاوا التي تدير المسجد الكبير في المدينة وهو عارق وأقدم المساجد منذ أكثر من 50 عاما، أن رمضان هذا العام مختلف بشكل كبير جدا عن أي رمضان سابق، حيث سيتم إغلاق المساجد وعدم إمكانية استقبال المصلين بسبب الحجر الصحي وتدابير التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كوفيد-19. الخبر الذي يليه هو خبر فرعي، حيث أن الشرطة تلقي القبض على المشتبه به في حادث الإضرار بمصلى مطار بيرسون في تورونتو، كما وصلنا من نشرة أخبار سابقة وذكرناه أيضا لكم أن مصلى مطار بيرسون تعرض ليوم الأحد الماضي 21 مارس آذار حوالي الساعة 2:30 إلى تخريب متعمد في مبنى الركاب الثالث لمطار بيرسون، وتم إلقاء القبض على المشتبه به والمدعي جان فرانسوا وليد جوردان
عمره 47 عاما، وستتم بدء محاكمته في 7 حزيران القادم، وتنوي الشرطة اتهامه بالفساد، وقالت أنها تحقق في هذا الأمر باعتباره حادث كراهية. ويجدر بالذكر أن المدعو وليد جولان ليس له عنوان ثابت في كندا. الخبر الذي يليه خبر عالمي، حيث بدأنا بملف كوفيد ونعود إليه، حيث أن فايزر تصرح أن لقاحها فعال 100% للفئة العمرية ما بين 12 و15 عاما، حيث أطلقت فايزر بعض التجارب على الأطفال من بين سن 12 و15، وقالت أن اللقاح كان والتجارب أثبتت أنه فعال 100%. في الأثناء هذه قالت شركة أو وكالة الأدوية الأوروبية أن اللقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها، وطبعا تطورات لقاح أسترازينيكا ما زالت على أشهر من حيث تم إيقافها في بعض الدول الأوروبية، أما كندا فقد أوقفت استخدامه لكل الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 55 عاما. وفي صفحة التايمز الرقمية بيّنت بيونتك وفايزر بأن لقاحهما فعال ضد المتحول كوفيد الذي تم اكتشافه في ساوث أفريكا أو أفريقيا الجنوبية. ومن الجزيرة اخترنا لكم موضوعا صغيرا جدا، حيث سنتعرف على أهم زعماء العالم الأسوأ تعاطيا مع الكورونا. بعد أكثر من عام من تفشي الكورونا ووصول الوباء لأكثر من 200 مليون شخص تقريبا، هناك عدد من الرؤساء الذين للأسف استهزأوا بهذا الوباء، وشكلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكارثة الكبرى وتفشي جائحة كورونا بين السكان في الولايات المتحدة لتكون الأسوأ من حيث عدد الولايات عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء. وقالت الصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قادة العالم الأسوأ سجلوا في التعاطي في أزمة كورونا كان في أولهم الرئيس السابق دونالد ترامب. رئيس جمهورية نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته الذين تعاطيا مع أخبار انتشار الوباء بدعوة الشعب إلى النزول للشوارع لحضور عرض احتفالي أطلق عليه اسم الحب في زمن الكوفيد، وفي إشارة إلى رواية جابرييل غارسيا ماركيز الحب في زمن الكوليرا. أما الرئيس البرازيل جانير بولسانو حيث قال أن نظام الرعاية الصحية في البرازيل الأفضل، ولكنه أصبح على شفا الانهيار كما تقول صحيفة الواشنطن، حيث تسبب غياب أي جهد للحد من تفشي الوباء في ظهور طفرات جديدة من الفيروس، وأصبحت الآن تهدد بلدان أخرى التي تكافح من أجل التصدي له. وقد أدعى بوليسانارو أن البرازيليين لديهم مناعة ضد الفيروس الذي وصفه بالإنفلونزا الصغيرة، لأنهم يسبحون في مياه الصرف الصحي دون أن يصيبهم أي مكروه جراء ذلك. وطبعا احتج الكثير من البرازيليين على هذه الإجراءات الغير مسؤولة، وطبعا أصبحت عدد الوفيات في البرازيل البارحة أكثر من 4000 في يوم واحد للأسف بسبب هذا الاستهزاء. في تركمانستان إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة سنت الحكومة قانونا يحظر لبس الكمامات، وذكر كلمة كورونا في وسائل الإعلام والمعلومات المتعلقة بالصحة، كما حظرت الحديث عن الوباء، ولا تزال السلطات هناك تدعي
عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. في أفريقيا رفض رئيس تنزانيا جون ماغوفولي الحديث الدائر عن حالة الطوارئ العامة بسبب تفشي الوباء، وطلب من شعبه أن لا يهتم بلبس الأقنعة أو الكمامات والحصول على اللقاحات ضد الكورونا، مدعيا أن الثلاث أيام من الصلاة كفيلة بالقضاء على الفيروس في بلاده. وقد توفي ماغوفولي خلال الشهر الماضي، وأعلن السلطات أنه توفى بسبب أزمة قلبية وليس بسبب الكورونا. لكن مصادر مطلعة في المعارضة التنزانية تقول أنه مات متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا. الخبر الذي يليه هو خبر بشرى سارة لكل من يحبذ فكرة اللقاح. الإدارة الأمريكية تستبعد فكرة جواز سفر الكورونا، حيث استبعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التورط في نظام جواز سفر اللقاح، لأن حكام الولايات من الجمهوريين على وجه الخصوص يرفضون الفكرة. وقال جي باكسي السكرتير وقالت جيم باكسي السكرتير الصحافية للبيت الأبيض في إفادة صحفية أن الحكومة لن تدعي أو تدعم نظام يتطلب الأمريكيين حمل أوراق اعتماد مؤكدة، أنه لن يكون هناك قاعدة لبيانات فيدرالية للتطعيمات، ولن يكون هناك أي تفويض فيدرالي يطلب من الجميع الحصول على وثيقة اعتماد واحدة للتطعيم. وكان البيت الأبيض قال أنه سيراقب محاولات بعض الشركات الخاصة للحصول على نظام جوازات سفر اللقاحات، ويسمح بالحصول على أوراق معتمدة تثبت حصول الفرد على لقاحات. طبعا هذا الشيء أصبح الآن مثيرا للجدل، حيث أن كثير من الدول تحاول الحصول على قاعدة بيانات مشتركة حول العالم للتأكد من أن الشخص هذا حاصل على اللقاح أم أنه اشترى الورقة التي تثبت أنه حصل على اللقاح من السوق السوداء. الخبر التالي هو خبر عن حفل الأوسكار، حيث أنه بسبب الكورونا سيتوزع حفل الأوسكار في ثلاث أماكن وفي قارتين، حيث خصص منظمو احتفالات توزيع جوائز الأوسكار موقعين في بريطانيا والثالث في فرنسا للذين لم يتمكنوا من تسلم جوائزهم في لوس أنجلوس خلال الحفل الذي سيقام في 25 أبريل المقبل. على ما أبلغت مصادر مقربة من الحدث السينمائي الأهم وكالة فرانس بريس أمس الثلاثاء، وأوضحت أحد هذه المصادر أن مقدمي الاحتفال سيكونوا موجودين كما هو متوقع في محطة سابقة للقطارات في لوس أنجلوس، ولكن منتجي حفل توزيع جوائز الأوسكار يخططون لترتيب خاص للموقع البريطاني الذي وصف بأنه محور مركزي، وأضاف إلى ذلك موقع إنشاء جديد في باريس، مؤكدا المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام مخصصة قد تعرض الجوائز الأوسكار للانتقاد الشديد. إلى عشاق اللغة العربية والثقافة العربية، اخترنا لكم خبرا جميلا، حيث أن السفير العراقي يردد قصيدة أنشودة البطر للسياب العربية. نترككم مع جزء من هذه القصيدة. غابة نخيل ساعة السهر، أو شرفتان راح ينع عنهما القمر، عيناك حين تبسمان ترك الكروم وتركس الأضواء كالأقمار في نهر، يرجه المجداف وحنا ساعة السهر، كأنما تنبض في روريهما النجوم. ونعود لكم بخبر جديد وخبر غريب، حيث أن كما ترون عملة جميلة ورائعة ومنقوش عليها باللغة العربية، لكن هذه العملة اكتشفت في الولايات المتحدة وحلت لغز القراصنة في القرن السابع عشر، حيث وجد المؤرخ جيم يلي وهو عالم وكاشف عن المعادن عملة عربية سليمة تعود للقرن السابع عشر
في مرج في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يفسر كيف اختفى زعيم القراصنة الشهير آنذاك هنري إيفري، وحفلة من العملات المعدنية عثر عليها في بستان فاكهة في ولاية رود آيلاند الأمريكية وأماكن عشوائية أخرى في نيو إنجلاند، وقد تساعد في حل قصة كان عمرها قرون. طبعا القصة لقرصان إنجليزي ثم أصبح مجرما وقال المؤرخ وعالم الآثار أنه لم يكن هناك أي دليل على أن المستعمرين الأمريكيين كافحوا لكسب لقمة العيش في العالم الجديد وسافروا إلى أي مكان في الشرق الأوسط للتجارة حتى عقود لاحقة. من ذلك الحين اكتشف باحثون آخرون 15 قطعة نقدية عربية إضافية في نفس الحقبة، وتم العثور على قطع أخرى في ولاية كارولينا الشمالية، مما دل على إيفري ورجاله الذين كانوا يقودون الاختباء في أماكن كثيرة والتظاهر بأنهم تجار رقيق. الخبر التالي هو خبر من مدينة كالجاري، حيث أن عمدة مدينة كالجاري قرر عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة البلدية، وقد فاز السيد نينشي وهو أول مسلم يفوز بهذه برئاسة بلدية في مقاطعة ألبرتا، فاز 3 مرات في الانتخابات لمدة 11 عاما، وقرر عدم الترشح للمرة الرابعة حسب التقرير الصحفي الذي أبلغه البارحة. الخطاب التالي أو الموقع التالي هو أيضا من ألبرتا، حيث أن ألبرتا أصبحت تحارب المرحلة الثالثة أو الثيرد ويف من الكوفيد، وقالت أن هناك أمور إجبارية جديدة ستقوم بها الحكومة للحد من انتشار الوباء في مقاطعة ألبرتا، حيث أن رئيس المقاطعة سيد كيني قال أن ارتفاع أعداد المصابين لحوالي 1000 شخص البارحة سيجعله يفكر مليا في إعادة إغلاق المطاعم والجيمز والأماكن التي تم فتحها في وقت سابق قبل 3 أشهر في المدينة. الخبر الأخير في هذه النشرة هو خبر صادم من الفيسبوك، حيث أنها تعرضت لأكبر قرصنة في التاريخ، حيث تمت قرصنة أكثر من 500,000 حساب بالحصول على معلوماتهم وأسمائهم وطرق دخولهم وبريدهم الإلكتروني وهواتفهم، وأحد هؤلاء الأشخاص الذين تم قرصنتهم هو رئيس الفيسبوك مارك زوكربيرغ، وقد قيل أنه تم العثور على رقم هاتفه مسجلا لدى برنامج سيجنال. ومن لا يعرف برنامج سيجنال، هو البرنامج الذي عرض كبديل من الناس على برنامج واتساب عندما ظهرت موضوع الخصوصية والتحقق من استخدام البيانات مع الفيسبوك. طبعا هذا شيء كان أكثر منه عرضة للفكاهة منه عرضة للمواضيع القانونية، حيث أن فيسبوك الآن قد تتعرض إلى مساءلة قانونية على موضوع الخصوصية. نترككم الآن مع الأخبار الرياضية مع زميلي الأستاذ محمد منير، فليتفضل. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. أهلا بك دكتور جمال وبكل متابعين قناة تي في. نقدر نقول أنتوا وحشتونا شوية في الحبة اللي فاتوا دول. النهاردة رجعنا لكم تاني، ورجعنا للعبة بقى الكراسي الموسيقية في كرة القدم العالمية، ورجعنا للدوريات ابتدت تستأنف بعد التوقف اللي حصل بسبب البطولات الوطنية والمنتخبات، ورجع الموضوع يسخن شوية، وبعض الفرق اللي كانت واقعة ابتدت
تقف على رجليها. يمكن ليفربول على الرغم انه احنا في الدوري الانجليزي كان بعيد عن السباق وكان بيحتل المركز السابع، ولكن دلوقتي فاضل له بالظبط 3 نقط يكسبهم عشان يقدر يصعد من المركز السابع للرابع، عن شرط ان ويست هام صاحب المركز الرابع يخسر مباراه او هيستنى للوقت اللي هم هيتقابلوا فيه مع بعض عشان يقدر يلحق كرسي في دوري ابطال اوروبا. وخصوصا ان بمناسبه دوري ابطال اوروبا هنتكلم عن الجوله اللي حصلت ما بين امبارح تقريبا والنهارده، المباريات اللي تمت واللي هتتم في ربع النهائي بتاع دوري ابطال اوروبا. خلينا الاول في الدوريات المحليه، هنروح بطيارتنا على الدوري الانجليزي وهنتكلم. ما زال مانشستر سيتي بيحتل القمه بتقريبا ب 74 نقطه، على الرغم ان هو زايد مباراه عن كل الفرق، ولكن هو بيحتل القمه ب 74، واللي صاحب المركز الثاني مانشستر يونايتد اللي بيحتل المركز الثاني ب 60 نقطه. يعني حتى لو لعب المباراه اللي هو ناقصاله وكسب هيبقى 63 من 74، فرق 11 نقطه زي ما قلت قبل كده في الاسابيع اللي فاتت ان مانشستر سيتي تقريبا هو هيكون بطل النسخه دي من الدوري الانجليزي. بيجي في المركز الثالث وبيحتل ليستر سيتي ب 56 نقطه، اما ويست هام ففي المركز الرابع ب 52 نقطه. ده كان ملخص سريع للدوري الانجليزي اللي هيبقى فيه مشاكل وقلق كتير على المركز الرابع، لان الاول 4 مراكز زي ما قلنا بينضموا لبطوله دوري ابطال اوروبا القادمه. البطوله الحاليه قربت تخلص، وصلنا الربع النهائي والفرق اللي فيها عملوا نتائج كبيره جدا ونتائج ما كانتش متوقعه هنتكلم عليها. اما دلوقتي هناخد طيارتنا ونطلع من الدوري الانجليزي على الدوري الايطالي. الدوري الايطالي برضو في نفس الموضوع، المراكز الثاني والثالث سخن شويه، ولكن المركز الاول محجوز للانتر ميلان اللي جه من بعيد واحتل المركز الاول عن طريق ازاحه اي سي ميلان اللي كان مسيطر تماما من بدايه الدوري الايطالي لحد النهارده. انتر ميلان دلوقتي شريك اي سي ميلان في نفس المدينه، مدينه ميلانو الايطاليه، وهو بيحتل المركز الاول ب 71 نقطه، بيجي بعديه اي سي ميلان في المركز الثاني ب 60 نقطه، ولكن اليوفنتوس في المركز الثالث ب 59 نقطه، يعني فرق نقطه واحده ما بين الثاني والثالث. اما في المركز الرابع بيجي اتلانتا ب 58 نقطه، يعني فرق نقطتين عن المركز الثاني، فرق نقطه عن المركز الثالث. نطلع بقى بالطيارة ونروح على اسبانيا عشان الوضع اشتعل. كان اتلتيكو مدريد من اول الدوري كان مسيطر تماما على الدوري الاسباني، وناس كتير قالت لك البطولة دي بطولة اتلتيكو مدريد، الراجل اللي كان واخد دييجو سيميوني مدرب مدريد من اول مدرب اتلتيكو مدريد، عشان برضو زي ما اي سي ميلان وانتر ميلان في مدينة ميلانو، فاحنا عندنا اتلتيكو مدريد وريال مدريد في مدينة مدريد الاسبانية يتنافسوا هناك، وبيبقى الديربي بتاعهم صعب وقوي. اتلتيكو مدريد ما زال متصدر البطولة برصيد 66 نقطة، ولكن عندك هنا برشلونة بيجي في المركز الثاني ب 65 نقطة، يعني نقطة واحدة فرق. مدريد بيجي في المركز الثالث ب 63 نقطة، يعني كل ما هنالك ان اتلتيكو مدريد يخسر مباراة، ريال مدريد يكسب مباراة، يبقى الفرق لصالح ريال مدريد، واتلتيكو مدريد يا اما بيبقى اول مقرر يا اما بيبقى الاول، ومدريد بيبقى الثاني مقرر. ولكن برشلونة زي ما قلت ب 65 نقطة، فرق نقطة واحدة بس. ومش كده وبس، ان المباراة القادمة اصلا هتبقى ما بين اتلتيكو، ما بين ريال مدريد وما بين برشلونة، هتبقى مباراة صعبة جدا، لان لو ريال مدريد على سبيل المثال هو اللي كسب هيزيح برشلونة ويطلع مكانه للمركز الثاني، اما برشلونة لو كسب هيبعد ريال مدريد شوية عن المنافسة. في المركز الرابع موجود سيفيا ب 58 نقطة، هو إلى حد ما بعيد عن منافسة الثلاث مراكز الأولانيين. نروح على الدوري الألماني، كان بايرن ميونخ كان اتهدد عرشه شوية في الدوري الألماني، وكان أن يفقد مركزه الأول، ولكن استفاق وقدر يكسب كل المباريات اللي كان لعبها، والفرق اللي تحت منه بعدت عنه شوية بخسارة أو بتعادل. بايرن ميونخ محتل المركز الأول تماما ب 64 نقطة، بيجي في المركز الثاني لايسبرج ب 57 نقطة، أما في المركز الثالث وولفسبرج بيجي ب 54 نقطة، وفرانكفورت في المركز الرابع ب 50 نقطة. خلصنا الدوريات بقى، نلعب ونشوف الدوري ابطال اوروبا واللي حصل فيه امبارح والنهارده. بعض الفرق اللي كانت حققت نتائج هايلة وممتازة في دور الثمانية، زي عرفنا ان بورتو كان طلع اليوفي الايطالي، ولكن بورتو اتقابل مع تشيلسي الانجليزي وخسر 2-0.
وليفربول اتقابل مع ريال مدريد وعلى ارض ريال مدريد في استاد البرنابيو سانتياغو برنابيو امبارح، واتغلبوا 3-1، ولكن ما زال هناك مطشه العوده، ودي اللي هتبقى الاسبوع الجاي ما بين اتلتيكو، ما بين ريال مدريد وما بين ليفربول، واعتقد برضو ما بين تشيلسي وبورتو. اما باريس سان جيرمان كان بيلعب بايرن ميونخ، وبرضو حقق مفاجاه انه كسب بايرن ميونخ 3-2. عارفين بايرن ميونخ فرقه رخمه وفرقه عنيده. المباراه بتاعت الاسبوع الجاي، وزي ما قلت كمان عندنا مباراه الكلاسيكو، او زي ما بيقولوا كلاسيكو الارض، ما بين برشلونه وريال مدريد. دي كانت ملخص حلقتنا النهارده من الاخبار الرياضيه، ونتمنى لكم سنه سعيده، واعتقد ان الاسبوع الجاي ان شاء الله هنشوفكم، هيكون رمضان بدا. كل عام وانتم بخير وكل الامه الاسلاميه بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.